حققت إمارة أبو ظبي العديد من التصنيفات العالمية في الأعوام الأخيرة التي جعلتها في مقدمة المدن الدولية ومقصدا لأهم الزيارات والمقارنات المعيارية من قبل جهات دولية عديدة. وضمن إطار الزيارات الافتراضية، رحب سعادة سيف بدر القبيسي مدير عام بلدية مدينة أبو ظبي بسعادة عمدة دورتموند توماس ويستفول وسفيرة الإمارات لدى ألمانيا سعادة حفصة العلماء والسفير الألماني لدى الإمارات سعادة بيتر فيتش للاطلاع على مسيرة البلدية بصفتها من المؤسسات الخدمية العريقة. وأعرب سعادة المدير العام لبلدية مدينة أبو ظبي عن حرص البلدية على توثيق العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات عديدة وفتح قنوات التواصل للاستفادة من التجارب الناجحة. كما أعرب الوفد الألماني عن إعجابه وتقديره لجوانب النهضة الحضارية في مدينة أبو ظبي خصوصا على الصعد العمرانية والحضارية والخدماتية المتكاملة والشاملة. وعملت البلدية على توفير معظم خدماتها عبر المنصة الذكية قبيل جائحة كورونا لتحقق بهذا قفزة نوعية في المعاملات المنجزة خلال العام 2020 بما يزيد على 900 ألف معاملة مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ فيه عدد المعاملات المنجزة ما يقارب 653 ألف معاملة، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة وريادية لإسعاد المتعاملين. واستعرضت البلدية خلال الزيارة نبذة حول مهامها ودورها في تعزيز البنية التحتية والمظهر العام وإسعاد المتعاملين والتواصل المجتمعي. كما اطلع الوفد الزائر على الرؤية الاستراتيجية للبلدية وحركة التطور والتحديث التي طالت كافة نشاطاتها